السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. اليوم كيف كتشوفوا راني في واحد المحل ديال لي زور، خليكم معايا نشوفوا الجديد اللي عنده. كاينين الغلايف ديال لوسيد كيف كتشوفوا، المهم راه عنده بزاف ديال الانواع لداخل. المهم جاو معانا نتعرفوا على الجديد اللي عنده، سواء في لي زور ديال ناموسيات الكبار او الصغار، وحتى ديال الدراري الصغار، البنات والولاد. خليكم معايا، كنت ديجا صورت من عنده بزاف ديال البنات كيهضروا عندي في انستغرام، بغاو الجوالات بحال هادو، وكنت دايزه من هنا عندي شي شغل في سكاي مول، وقلت ندير لكم واحد الجوله. بالنسبه للمحل ها فين جا سكاي مول، الطريق اللي كتعود للمسار، كاين هذا الباب، كاين الباب الاخر اللي كتدخلي له حدا الفقيه من اللي هي. ودابا غادي ندخلوا للمحل الداخل، شوفوا ما شاء الله يا البنات عنده داكشي منظم ومرتب، ورا كنت كيف ما قلت لكم ديجا صورت من عنده، واليوم اجيت عاوتاني نشوفوا الجديد. صراحة عنده لي زور كاليتي في التوب زوينه، وحتى ديال الدراري الصغار، يعني اللي بغيتي تفرشي البيت ديال بنتك او ولدك ديري لهم الناموسيه فيها دوك الرسومات، راه عنده بزاف ديال الاختيارات هنايا. يعني عاوتاني ديال الدراري الصغار في هذا، هادو اللي شتو معايا فلوسي ديال الداخل على برا، كاين هادو المزوقين، وهذا بالنسبه للبنات الصغار. كاين هادي لا برانسيس، هادي زوينه. كاين هذا زوين، المهم هادو كاملين هنايا مزوقين، هادو سامبل. اجيت ساراو معانا يا البنات، شوفوا ما شاء الله عندو لي زور ديال البرد، يعني كيكونوا التوب ديالهم سخون. بالنسبه دابا جاي وقت البرد، الواحد كيحتاج لي زور هكا يكونوا خفاف وسخونين في نفس الوقت، وعندو ديال الصيف. هاد سخونين يا البنات، ينفعوا في البرد، وفيهم حتى ديال الدراري الصغار البنات والولاد، وفيهم المزوقين، وفيهم السامبل. المهم راه الفيديو فيه كل شيء، خليكم معايا، راه باقي كنتسارى بكم في هذا المحل. هادو هي البنات الغلاف ديال الوسايد، دار ليهم كامل الثمن، واحد الصغار 20 درهم. جولتي لي في المحل ديال لي زور سالات، خليكم معايا غادي ندخلوا للمحل اللي شفتوه معايا ونفصليه، راه كاين عنده الكسوه ديال الصيف. جيو نتساراو شويه ونشوفوا الجديد، حتى هو راه بدا كيدخل السلعه ديال البرد كيف كتشوفوا، وداير فيهم السولد في هاد المونطويات هادو، وجاب حتى التونيات والعبايات والكساوي الطوال. المهم راه كلشي في الفيديو، خليكم معايا نتساراو جميع في هاد المحل. عندو يا البنات العبايات صراحة ما شاء الله، حتى الكسوة الطويلة فيهم الألوان ولي طاي. أما هاد المنطويات راه قال لي كاملين داخلين في السولد، وجاب حتى كيف ما قلت لكم التونيات، ورا شفتو المحل كامل وعرفتو فين جا. دابا غادي نخرجو نمشي نكمل شغلي في شي محل آخر، وغادي نشارك معكم الجديد اللي غادي نلقاه عاوتاني.
كانت تما الشغاليه البنات في السوق، وكانت تكون معايا بحال ديما اي محل كنمشي ليه او كنتقدم من عنده كنشاركو معكم. وبالنسبه لهذا المحل حتى هو كنت ديجا صورت من عنده، صراحه ما شاء الله جاب الكسوه ديال الدراري الصغار بالنسبه للدخول المدرسي كاين عنده ديال البنات والولاد، وعنده حتى البيجامات والقنادر ديال الدار وحتى القفاطن كيف كتشوفوا. المهم راه الفيديو فيه كل شيء، شوفوا ما شاء الله الكسوه ديال البنات لي غوب التونيات، وهاد الجهه ديال القنادر ديال الدار حتى هما فيهم الاشكال والانواع. والمحل كيتواجد في ديك الزنقه اللي فيها سكاي مول حدا الفقيه، شوفوا ما شاء الله القنادر ديال الدار، كاين البيجامات وكاين بحال هادو قال لي فيهم لي طاي وفيهم الالوان، اما الاثمنه راه كل حاجه وثمنها. المهم انا كنت راه في المحل وكنقضي شغالي وكنشارك معكم الجديد. شاركت معكم الجديد في هذا المحل البنات كيف ما قلت لكم البيجامات، وقال لي باقي غادي تدخل السلعه الجديده ديال البرد، البيجامات هكا كيكونوا خفاف وسخونين. ودابا غادي ندكم معايا لواحد المحل نشوفوا عاوتاني الجديد اللي عنده. هما البنات راني في واحد المحل ديال الفلاور كيف كتشوفوا، عندهم الورد الطبيعي عندهم ديال البلاستيك، كيديروا حتى لي طواجي ديال المناسبات. وحبيت ندير لكم واحد الجوله من هنا، واحد الجوله خفيفه باش تشوفوا معنا الجديد. كيديروا حتى المناسبات بحال الخطوبه العرس، شوفوا لي بوفيه. شوفوا ما شاء الله كيبان بحال الطبيعي، وعندهم حتى الورد الطبيعي. المهم نجي نتسراو جميع في هذا المحل. شوفوا ما شاء الله شحال زوين كيبان طبيعي. اجيو معايا نشوفوا الورد الطبيعي اللي عندهم. المهم قبل نشوفوا هاد الديكورات هنايا بحال السبوع بحال اي خطوبة اي مناسبة عندكم، الورد بحال هكا. هذا يرمي الطبيعي. عندهم حتى الشكلات لكم بحال السبوع غير هذا. هما التوزيعات ديال السبوع عندهم الوقت والو يا البنات، ما كاين غير نجري عليا نجري عليك فيتنا الصراحة الوقت والو. النهار كامل الواحد كيضل كيحاول يقضي شغالو بكري، ولكن الحمد لله دابا ساليت شغالي في السوق ولاد ميمون، شاركت معكم الجديد اللي كاين. ودابا راني في الكساريه وقلت علاش لا نشارك معكم الاجواء ديال الكساريه والجديد اللي كاين، واحد الجوله هكا خفيفه من هنا. المهم يا البنات ما تنساونيش حبابي حبيباتي من مشاركه الفيديو مع احبابكم باش تشجعوني، وشكرا للميساجات ديالكم في الانستغرام، شكرا على التشجيع ديالكم المستمر. الفيديو ديال اليوم هو تالا، درت لكم جوله خفيفه من بعض المحلات اللي مشيت لها، وحبيت نشارك معكم الجديد اللي كاين. وما تنساونيش حبايبي حبيباتي من لي لايك ديالكم ومن مشاركه الفيديو مع احبابكم، كنتسنى تعليقاتكم اللي كتشجعني وكتفرحني، وشكرا للتعليقات ديالكم وكنشكر بزاف
البنات اللي كيشاركوا الفيديوهات ديالي، سواء البنات اللي هنايا معنا ولا اللي خارج ارض الوطن. شكرا لكم بزاف على التشجيع ديالكم وعلى كلامكم الطيب، واي بلاصه كنشاركها معكم كتمشيو ليها. شكرا على الثقه ديالكم الغاليه، وما تنساونيش اللي يعجبها الفيديو تشاركوا مع احبابها باش تبقاو ديما تشجعوني ان شاء الله باش نقدم لكم الجديد. وشكرا.